السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ النهاردة ميعادنا مع المحاضرة الثامنة، وهي محاضرة مهمة جدا 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 لكل الطلبة المعماريين. أتمنى إن الناس تركز فيها جدا. طيب، المحاضرة دي أساسها إن إحنا عايزين نعمل لاي أوت. لاي أوت مثلا للمشروع، أنا جايب لكم نفس المشروع اللي إحنا شغالين عليه. هنجيب المشروع بتاعنا ده وعايزين نحطه على لاي أوت. طيب، بمعنى ان انا ممكن اكون عملت اللوحة بتاعتي و عملت اللوحة بتاعتي وصممتها بايدي كده سكتش حلو جميل، وقعدت مع المعيد او مع الدكتور، او حتى لو كنت مهندس متخرج قعدت مع السينيور بتاعك او مع مدير القسم المعماري عندك وعدلك عليها، وخلاص وصلت لشفافة نهائية. المطلوب ان حضرتك تاخد الشفافة دي مشكورا، تحطها على الاوتوكاد وترسمها. الكلام ده هعمله ازاي وهرسمها ازاي، وايه الاوامر اللي انا هبقى لازم اكون مدرب ايدي عليها اكتر، وازاي ان انا اسحب شفافة موجودة تتحط تبقى كاد اوريدي. ده هنتطرق ليه دلوقتي في الفيديو، وبعد كده هنشوف ازاي هنعمل اللاي اوت ده نخليه لاي اوت قابل للتنفيذ على الاقل بصورة مبسطة ك معلومات أساسية هامة جدا. طيب، آدي الدور الأرضي بتاعي. طبعا مش مهم اللي أوت اللي أنا عامله ده، مش هحتاجه، أنا هاخد البلان منه بس دلوقتي، وهعتبر إن أنا عندي لي أوت تاني خالص في مكان ما. همسح كل حاجة طبعا ملهاش علاقة باللي أوت، أي حاجة ليها علاقة باللي أوت هنا هو القديم ده همسحه. أنا عايز أعمل لي أوت جديد يكون كده. تمام، انا كده مسحت كل حاجه ليها علاقه بالشغل. الحاجه المهمه والاساسيه عندي اللي لازم اكون عارفها ومتاكد منها جدا، ان اللاي اوت لازم يتعمل على الدور الارضي، والموضوع ده خطير جدا وياما حصل منه مشاكل. لازم اشتغل اللاي اوت على الدور الارضي. وحاجه تانية مهمه جدا، ان لو المبنى ليه بدروم والبدروم ده مؤثر في الدور الارضي او في اللي اوت، لازم البدروم يراعى في الحسبان. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن يكون عندك بدروم طالع منه رامب من هنا مسافة 10 15 متر لقدام هنا كده، الحتة دي او الباكية ما بين العمود ده والعمود ده حضرتك فيه رامب هنا، فلازم ان احنا نروح نشوف فين البدروم بتاعي. لو انا عندي بدروم ادور عليه اجيبه. طبعا انا مش فاكر، طبعا الفيلا دي ما فيهاش بدروم، لكن بالنسبة لك انت المشروع اللي نزل لك فيه بدروم، فممكن تلاقي هنا هنا، اعتبر ان هنا في رامب مجازا كده اهو، علشان انا بقولت كل حاجة في رامب هنا والاوفست بتاعه 3 متر مثلا او حاجة، ده الرامب بتاعك او اساس الرامب بتاعك او المدخل بتاع البدروم اللي العربيات هتنزل منه. طبعا ممكن يكون كده، ممكن يكون من هنا، ممكن يكون من الجنب هنا، ممكن يكون من ورا، حسب كل مشروع والشغل بتاعه. طيب تمام، انا دلوقتي عملت الكلام ده، ابتدي اشتغل على طول ولا لازم الاول اعمل الدور الارضي بتاعي از بلوك، وبعد كده انا همسحه خالص، انا مش عايزه. يعني انا بعد كده انا مش عايز ده، فمحدش يكون عامل الدور الارضي الاساسي ده بلوك وبعد كده يجي هنا اهو يروح عامل ده نفس البلوك واخده منه كوبي. لا، ما ينفعش. انا عايز ده حاجه كده لوحدها خالص علشان هشتغل عليه. تمام، طيب دلوقتي انا هبتدي اشتغل. هروح اجيب الشفافه بتاعتي واسحبها سكانر او هسحبها بالكام سكان، وطبعا يفضل في المشاريع المهمه او في المشاريع الصعبه اللي مليانه كيرفات وكده اهو ما صورش بالموبايل. انا بقول يفضل، لكن احنا ساعات بنصور بالموبايل لما بنتزنق، ساعات بنصور بالكام سكان لما بنتزنق، لكن يفضل ان انا اسحبها سكانر عند محل الطباعه. سكانر كبير بياخد الشفافه كلها، بتنزل افقيه 100%، الخطوط كلها بتبقى واضحه زي الفل. طيب انا كمان انا مش هسحبها، مش يعني مش هعمل نفس الطريقه دي على شفافه انا رسمها، لا، ده انا عندي صوره لمشروع تاني خالص شفته على النت عجبني، صورته بالموبايل بس صوره نظيفه وافقيه 100%، من مشروع من المشاريع اللي متعلقه عندي في القسم او في المعرض، او مشروع شفته في مجله، او حتى مشروع كنت عامله قبل كده وعايز اخد الصوره دي اعملها، اعمل ايه؟ فوانا ببتدي انا دلوقتي هجيب لكم صوره
الصورة دي أنا كنت مصممها قبل كده مثلا، أو لقيتها في مجلة، أو لقيتها في مشروع متعلق وعجباني وعايز آخد elements منها كتير، عايز آخد الدايرة الحلوة دي، عايز آخد الحتة دي بس بدل ما أعملها مية تبقى مثلا جزيرة كده شجرية أو مليانة صبارات أو مليانة فيها قاعدة حتى، عايز أعمل في الحتة دي باربيكيو كورن. يعني ممكن آخد الكلام ده as إن هو الجايد لاين بتاعي أو البيز اللي هبني عليه الشغل بتاعي. تعال نشوف هنعملها إزاي. هاخد الصورة دراج ليفت كليك بالكليك الشمال واروح على الكاد بتاعي وارميها. لازم تكون فاتح القرصو، يعني القرصو بتاعك شغال علشان ما تترميش على زاوية. هدوس دوسة هتلاقيها كبيرة جدا مش مشكلة، ادوس دوسة تانية في اي حتة ودوسة تالتة راحت في داهية، اللوحة بقت كبيرة جدا. هضطر اعمل زد انتر اي انتر اللي هو زوم اكستنت. ممكن ما تشوفش الشغل بتاعك، بص الشغل بتاعك كله فين، الصورة دي كبيرة جدا. هعمل ايه؟ اعمل سكيل 1 في 1000 يعني 0.001 عشان بس اصغرها قوي عشان بس اعرف اخش ايه جوه، وبعد كده هنسكلها تاني ونشتغل عليها زي الفل. طيب موف واخدها جنب الشغل بتاعي، وبعد كده نبتدي نديها سكيل ريفرنس او الاين. لايه بقى؟ شوف اقل يونت عندك هنا ايه. ركزوا معايا في الحتة دي عشان مهمة جدا. ازاي دلوقتي اسكل الشفافه بتاعتي اللي معدله من الاستاف او اللي متعدله من السينيور بتاعي في الشغل في المكتب، ازاي اسكلها تبقى على قد الرسمه؟ والله الشفافه دي لو انت حضرتك راسم عليها الحدود بتاعت الارض اعمل لها الاين على حدود الارض، تلبس عليها ما فيش مشاكل، هتنزل عليها زي الفل. طب لو دي شفافه في الهواء مش متحدد لها ارض قوي، او الارض اساسا افيلابل في ايدك ممكن توسع ممكن تقل، عندك ارض مفتوحه شويه، او المشروع بتاعك انت بتعمل حته لاي اوت صغير فيه لكن المشروع نفسه كبير، فما بقاش الارض ليها مساحه، ما بقاش ليها اكس وواي معروفين نقدر نالاين عليه الشغل. نعمل ايه؟ نشوف اقل حاجه. انا هاخد اقل حاجه يا اما الباكيه دي، يا اما الباكيه دي، نشوف عرضها كام، او اشوف المشاية دي انت عايز عرضها كام، واعتقد المشاية دي هي اللي هتوفي بالغرض عندنا. انا هقول المشاية دي انا عايزها 2 متر، يبقى انا هسكل الرسمة دي كلها على ان المشاية دي تبقى 2 متر. طب تعالى نعملها، نشوف اقرب حاجة ليا خط في المشاية ارسمه، ما دورش على الكيرفات دلوقتي، الكيرفات هنرسمها بس بعد السكيل. ادي عندي خط هنا، اقرب قوي واشوف الخط الفارق ما بين الابيض والاخضر، يعني الخط اللي بينهم بالويم كده، بس انا مقرب جدا فنسبه الايرور هتبقى قليله قوي. وادوس اف 8 طبعا علشان الاورثو يتفتح، يعني ابقى شغال من غير اورثو، ابقى شغال فري، واروح ارسم الخط بتاعي مثلا من هنا. ما ترسمليش الخط حته صغيره كده، لا هيبقى غلط جدا، لازم من اول لحد الاخر لحد هنا مثلا عشان نسبه الخطا تبقى قليله. وانت بترسم على الشفافة او الشغل بتاعك ده لازم تكون فاتح يا فندم لير تقيل. هفتح دلوقتي تخانات الخط، لير تقيل واضح عشان ما تتوهش مني، تمام؟ ولو الشفافة الخطوط اللي عليها غامقة وانت عايز تبين خطوطك هتخليها العكس، يعني لو الصورة كلها الوان وغوامق وكده ممكن تخلي خطوطك مفتوحة فاضية لونها فاتح، ولو اللوحة بتاعتك فاتحة هتخلي خطوطك غامقة. المهم ان انا الهدف ان انا ابين الشغل بتاعي وانا شغال عشان ما توهش. طيب رسمت الخط، اعمل اوفست 2 متر. بص راح فين؟ يعني انت دلوقتي عايز تسكل الشفافة بتاعتك او اللي اوت الصورة بتاعتك، عايزها تتسكل ان الحتة الصغيرة دي تبقى هي الحتة الكبيرة دي. ليها امرين، امر اسمه الاين وامر اسمه سكيل ريفرنس. في الحالتين انا لازم يبقى عندي ارسم خط هنا واخد منه اوفست، مش ارسم تاني، هاخد منه اوفست ال 2 متر اللي هو السكيل الطبيعي اللي انا عايزه، وكمان اوفست تاني او وكمان الاوفست التاني ده يكون من الخط ده من اوله لاخره، ايا كان هيطلع كام هنا مش مهم، انا كده كده هسكل. بمعنى ان انا دلوقتي ممكن اعمل دايمنشن واقرب قوي من هنا، هيروح هنا بيربنديكولر، قال لك ان دي بوينت 17، اعمل اوفست بوينت 17 واقول اوكي. يبقى انت دلوقتي رسمت الخطين دول،
غلط، لكن من الخط ده للخط ده صح، هلونهم لك بالاحمر. يبقى انا عايز دلوقتي اسكل الشكل ده يوسع، يبقى هو الشكل اللي بالاحمر. اعمل ايه؟ اعمل امر الاين او سكيل ريفرنس. تعال نشوف سكيل ريفرنس بعد كده نرجع للاين. اس سي انتر يعني سكيل، خد دول وسيب الخط الثالث مش عايزه، خد يعني خد دول يعني خد الايه الصوره بتاعتك، وممكن تاخد معاها الخطين الغلط. ليه؟ واحد فيهم هيفضل في مكانه والتاني هيبقى على الصح. تمام، خد الصوره بتاعتك وقول اوكي يعني انتر يعني رايت كليك، وبعد كده اقول هبتدي السكيل ده من هنا، وبعد كده اقول ار انتر واقول له انا عايز دي تبقى من هنا لهنا، عايزها توصل لحد هنا. حطيت ثلاث نقط ورا بعض، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ المشايه كبرت، الصوره كلها كبرت، بقت على قد الخطين الاولانيين اللي هم الاحمر اللي انا مختارهم اللي بينهم 2 متر، وانا ظابط كل الحاجه كل الاداء فيها. نعيد تاني؟ نعيد تاني. هعمل اندو ببساطه شديده جدا، ادي الاندو بتاعتك. هعمل اس سي انتر واختار الصوره بتاعتي انتر، واقول له انا هبتدي من هنا، واقول له ار اف انتر يعني ريفرنس، واقول له هات لي، هختار ثلاث نقط دلوقتي بعد الار انتر، هختار ثلاث نقط، هقول له من هنا لهنا يعني المسافه دي وصلها لي لحد هنا. يبقى النقطه رقم واحد لاتنين، هو بيفهم لما تقول له من واحد لاتنين لتلاته، يعني من واحد لاتنين دي انا عايزها لحد تلاتة. يعني لو دي كانت 17 سنتي انت بتقول له انا عايز ال 17 تبقى 2 متر. تعال نشوف ازاي. هختار من الاول الامر من الاول اس سي انتر، واختار الصورة انتر، واقول له من هنا ار انتر دي لدي لحد دي، خلاص انتهت، مفيش كلام تاني. نرجع تاني ونقول لو هعمل بأمر الاين، اعمل اندو الاين، هقول ايه ال انتر واختار الصوره، واقول له من النقطه دي لمكانها برضو يعني كليكتين هنا، لكن من النقطه دي وصلها لي لحد هناك انتر واي انتر برضو. تاني هعمل اندو، ادي الاونلاين ايه ال انتر، اختار الصوره انتر، هقول له من النقطه دي خليها مكانها برضو مش هتتغير، لكن النقطه دي اللي هي على بعد 17 انا عايزها تبقى عند 2 متر انتر واي انتر، خلاص. وبعدين خلاص معنى كده ان الرسمه دي بقت تو سكيل لحضرتك. مفيش حاجه اسمها ارسم خطين جنب بعض برسم الاثنين، لا انا دايما برسم واحد والتاني اوفست منه عشان الرسم بتاعي يبقى مظبوط 100%. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز ارسم الخط ده، هرسم خط واحد منهم بس اهو من هنا لحد هنا. ولو تاخد بالك دايما، انا بس هعمل ده خليه الكرنت بتاعي، لو تاخد بالك دايما انا لما برسم الخط ما بجيش ارسم خط في حته صغيره كده، لا الخط اللي في حته صغيره ده بص لو انت جيت عملت فيلت او حاجه ايه اللي هيحصل؟ فرت منك، فرت منك يا باشا، عمرك ما هتعرف تجيبه وهتوه منه خالص. الخط دايما بترسمه من اول نقطه لاخر نقطه على قد ما تقدر اهو كده، يبقى انت كده حزمت الدنيا، مسكتها من اولها ومن اخرها. تقوم لما تعمل اكستند ايه اللي حصل؟ الدنيا ظبطت معاك. تقوم لما تعمل تريم الدنيا ظابطه معاك يا فندم. تمام تمام، يبقى انا دلوقتي اتعلمت ان انا ادخل الصوره وادخلها دراج، ولا تقول لي بقى هفتح قائمه انسرت واقول انسرت بيك وبتاع، لا مفيش الكلام ده. انا دايما بنهي وبخلص الراستر ايمج اهي، لو عايز تدخل بالبيك وهيقول لك ابلود الفوتو هي فين في انهي داهيه، وهت على ايه الكلام ده كله مش مهم خالص. انا مش عايز ازود واتقل واعمق في الاوامر، انا اهم حاجه ان اشتغل بامر بسيط اعمل بيه كل اللي نفسي فيه. تمام، نرجع تاني، عايزين نوجد الدايره دي ونوجد الكيرفات دي.
ونوجد الكيرفات التانية. نعمل ايه الكلام ده بقى؟ نرسم الكلام ده كله ازاي؟ افتكر معايا في المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنعمل بولي لاين انتر اللي هو بي ال انتر، وابتدي على اول واحد وابتدي اختار عشان اشتغل واقول ايه انتر اس انتر، درجة في النص وضربة في الاخر، وبعد كده اقول له اس انتر تاني، ضربة في النص ضربة في الاخر. تمام، واضح ان في كيرف في النص طبعا. تعالى نرسمه. كده اهو اس انتر، كده كده، وبعد كده ده بالاس انتر. ايه الاس انتر اللي انت بتدوس عليها دي؟ انت توهتني. الاس انتر دي يا فندم، انت دلوقتي على امر الارك، واتفقنا ان كل مره هتيجي تعمل فيها ارك، بص الارك ايه، مش طوعك، يعني النقطه اللي هو السيمتريك بتاعته او السنتر بتاعه مش طوعك. فانا بعمل اس انتر وبدوس على نقطه في النص ونقطه في الاخر، شايف هو عمل ايه؟ راح معاك زي الفل. طب عايز ارسم الارك اللي بعده، بص برضو مش طوع، يعني مش ماشي على الحته اللي انا عايز، اقول اس انتر واختار نقطه هنا وارجع تاني اختار نقطه في الاخر، وبعد كده اقول اس انتر. يبقى كل ارك بدوس عليه يا فندم بقول اس انتر، كل ارك. تمام، لازم النقطه اللي حضرتك بتدوسها بايدك دلوقتي تبقى في النص بالظبط. لا، وانا هعرف هي في النص بالظبط ازاي؟ مش هعرف، لكن اقدر بالويم كده، لو جت في التلت، لو جت بعد التلت بشويه مش مهم، هتظبط. وبعد كده احنا هنظبطه مانيولي بعد ما نخلص. هنكمل، دي هتبقى هنا، بعد كده دي هتبقى اس انتر، كده كده، وبعد كده اس انتر. شايف انا تقريبا بالويم، بحط بالويم كده بعينك، ولازم عينك تبقى بعد كده ملقاط، تعرف ايه تجيب. دي ارك كبير قوي اهو، نجيبه من هنا، وبعد كده نروح لحد تقريبا هنا اهو، ده اخر الارك، عشان الارك ده انا خدت بالي ان هو الكيرف بتاعه اقوى شويه اهو، لحد هنا تقريبا الدنيا ظبطت. هي ما ظبطتش قوي سنه، انا في 2 مللي لقطهم بعيني، يمكن انت ما تاخدش بالك منهم، انا اخد بالي منهم، بس مش مهم. كده ولا كده احنا هنعمل اوفستات وهنعمل الشغل كله هيطلع زي الفل، ما تقلقش. وبعد كده عايز اعمل اخر ارك، اعمل اس انتر من هنا لحد هنا. ووضح دلوقتي اللي احنا ما كناش عارفينه، الارك الصغير ده كان ايه؟ كان استكمال للارك ده، يعني الارك ده تقريبا هو اللي كان واصل لحد هنا اهو، شايف؟ ونبتدي نوصل الكلام ببعضه، وبعد كده نعرف نعمل ايه دلوقتي؟ نعرف نعمل ترم للشغل، او حتى ده ينزل على ده كده اهو، وبعد كده هعرف اسحب ده تاني، لا مش هعرف. وبعد كده لما اجي ارسم بقى الارك التاني ده، ممكن ارسم من هنا خط كده بس، واروح عامل ترم للحته دي، خلاص كده مظبوط. نعيد بقى على الشغل مانيوالي. انت كده رسمت اول ارك، خلي بالك ان اللي اوت ده انت اول مره تبص عليه هتلاقيه يا لهوي ده صعب جدا، ده بتاع انا هخلصه لك، انا بشرح لك، لكن انا لو برسم هخلصه كله في 10 دقائق. فانت برضو هيبقى كده، اي شغل صعب جدا حضرتك تقدر تخلصه في 10 دقائق. هنعيد بقى مانيوالي بايدينا. تقريبا الحته دي عايزه تعلى شويه تبقى هنا مانيوالي كده اهو، بعد كده الحته دي تقريبا لا هي كده مظبوطه، او خلاص ماشي ده تقريبا لا ده كده مظبوط، ده كده بص ده وسع سنة، عايز يخش جوه سنة كده تمام. بعد كده هنا دي مش مظبوطة، دي عايزة تبقى هنا، شايف يعني النقطة اللي بين الأركين هنا تمام. تمام كده، بس دي كانت عايزة تخش لجوه هنا، وبالتالي الأرك ده كان عايز يطلع بره سنة. وبعد كده شوف انت بتعدي على الكورنرز بتاعتك بتلمسها بس ايه بالمانيوال كده تمام، عشان ضبط الشغل مش اكتر، الشغل بتاعك يبقى نازل زي الفل. تقريبا انا حاسس ان الارك ده هو الارك ده، خلي بالك من دي بقى، شايف شايف ده ارك وده ارك وده النقطه اللي بينهم، لو خدت النقطه دي ووصلتها بالنقطه الثانيه دي، الارك اللي في النص ده هيختفي، لان انت بتقول له وصل الستارت بوينت بالاند بوينت. لو عملت كده بص ايه اللي حصل، اختفى. ليه اختفى؟ لان انت اكنك جبت ارك بره خالص اهو. لو انا عملت بولي لاين ارك كده 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 كده، ولقيت ان في ارك فيهم بص كبير جدا مش عارف اجيبه اساسا، ضاع مني ضرب مني خالص، وانا اصلا مش عايزه. لو انا خدت النقطه بتاعت البدايه حطيتها في نقطه النهايه اختفى اصلا، ما بقاش موجود،
خلاص ما بقاش موجود في الدنيا. طب انا مش عايز الارك اللي في النص ده، ده انا عايز الارك ده يبقى ارك واحد عشان يبقى سنه واحده، لان خلي بالك ان دي مبوظه لك النسبه. فانا عايز الثلاث اركات دول يبقى ارك واحد. بسيطه، هات ده وديه لحد هنا، هات ده وديه لحد هنا. شايف انت عملت ايه؟ هات ده وديه لحد هنا، كله بقى ارك واحد. تمام؟ لان ساعات وحضرتك شغال بتغلط في ارك، فبتعمل ايه؟ بتلجأ ان انت تعيد اللاين كله من الاول، البولي لاين، فبتقعد تعيد تلت ساعه وبتزهق وتقفل الكمبيوتر وتقعد يومين ما تشتغلش. لا يا فندم، احنا ما ينفعش نشتغل بطريقه ايه مش بروفيشنال. تمام، هنعمل اوفست 2 متر زي الفل. بص لقط معاك، مفيش احسن من كده. طبعا الكلام اللي في النص ده هيترم وبتاع، بس خلينا نقلب الشغل بتاعنا بالماتش بروبرتيز ام اي انتر، نقلبه ايه بالاحمر عشان نكمل الباقي. تمام، عايز اكمل الباقي. هل هرسم اللاينات دي كده عادي اعتباطا؟ لا، انا دلوقتي عايز ارسم الدايره. خلي بالك عشان سنتر الدايره دي من اخطر الحاجات اللي احنا ما بنعرفش نعملها. اجيب سنتر الدايره ازاي؟ خلينا اشوف لو هقلدك وانت بتشتغل، هقلدك واعمل ايه. هجيب سي انتر واحاول اجيبها من هنا، ما لقطتش. سي انتر واحاول اجيبها من هنا، ما لقطتش، وسعت من تحت. لو تاخد بالك من تحت وسعت. تمام، هعمل سي انتر وانزل لتحت شويه والعب، ما لقطتش من فوق. هتقعد كده لحد ما بجد هتقفل الكمبيوتر، ممكن تكسره، مش هتعرف تجيبها الا بطريقه لطيفه جدا. اعمل سي انتر وهات نقطه من على وش الارك بالظبط، وانزل اوسع اكتر من نص الدايره، هتشوفها بعينك اهو كده، اي دايره في الدنيا. تمام، المهم ان الرقم بتاع الدايره دي يكون رقم ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني 10 15 11 كده. فانا هعمل سي انتر واجي على وش الدايره دي بالظبط من هنا، واقول وافضل انزل انزل انزل، واقول مثلا ايه، طبعا انا شايف تحت اخر دايره، خلي بالك عشان ما تقولش انا عملت حاجه انت مش فاهمها. بص تحت هنا اهو مكتوب لك ان اخر دايره انت كنت راسمها سيادتك 33 بوينت ما اعرفش كام. عرفت خلاص، هعمل 34. يبقى انا عملت دايره 34 خلاص. تمام، اتفضل حضرتك من اي دايره تانية من اي حته في الدنيا في الكون، من على وش الدايره برضو من بره، اعمل سي انتر من هنا ودوس انتر على طول. حصل ايه؟ رسم لك دايره تاني. الدايرة دي من الحاجات اللي لو انا ما قلتلكش عليها هتفضل تدوخ زي ما قلتلك. تمام، خليك معايا دلوقتي. انا عندي دايرة، هروح من اول من وش الدايرة من بره، هروح اجيب دايرة تانية، وبالويم كده بالحب كده هتبقى اوسع من الايه النص، يعني زي ما قلنا 34. تمام، وبعد كده هروح اجيب دايرة تانية من حتة تانية وتبقى نفس ال 34. وبعد كده هروح اجيب دايره ثالثه من حته ثالثه وتبقى نفس ال 34. اللي حصل ان انت عندك مكان التقاطع بتاع الثلاث دوائر هترسم فيه مثلث من ايه؟ من التقاطعات، ويا ريت ما تغلطش في رسم المثلث، يعني يبقى من النقطه بتاعت الانترسكشن بالظبط. تمام؟ وبعد كده هترسم، هغير لك اللون عشان تاخد بالك وتشوف اهو، هترسم منصفات الايه الاضلاع، يعني كل من كل زاويه ترسم نص الخط نص الخط نص الخط. فين سنتر الدايره في الكلام ده كله؟ اهو يا فندم، اهو ده سنتر الدايره، اهو ده، اهو اهو عمال ايه اشاور لك عليه، اللي هو ده سنتر الدايره. وبعدين هات سي انتر وروح هات الدايرة بتاعتك زي الفل. أهو الدايرة بتاعتك لبست زي الفل. تمام؟ تمام. لو أنت بقى الشغل بتاعك مش متاخد سكانر برضه هتلاقي معوجة شوية، لأن أنت إيدك ما كانتش أفقية تماما، وكمان الكاميرا بتاعت الموبايل بتبقى فيش أي شوية، أو الفوكس بتاعها واسع شوية، فدايما بتجيب اللي في وش الموبايل على طول بيبقى مظبوط، لكن اللي على الاطراف بيبقى ديستورت شويه، في ديستورشن شويه كده. تمام؟ تمام، نمسح بقى الشغل بتاعنا ده ونبتدي نعمل اوفست ال 2 متر بتاع الدايره، ونديها لون احمر عشان نشوف.
ام اي انتر ونختار الكلام ده تمام. وبعد كده نبتدي ناخد من السنتر بتاعها ونرسم الخط ده. لا يا فندم دي اكبر غلطة حضرتك ممكن تغلطها. انا دلوقتي ما بقتش برسم الخط ده، انا دلوقتي هرسم خط في نص الخط ده. ازاي؟ بسيطة، نيجي هنا ونرسم، نقول الخط ده كده 2 متر، وبعد كده اروح اجيب السنتر زي ما قلنا وراح جاي حطه في النص واقول اوفست متر يمين ومتر شمال. كده انت رسمك مظبوط 100%، ودي مهمة جدا الحركة دي تمام. وبعد كده اعمل نفس الكلام هنا، نقول ده كده اهو اهو، ممكن حتى يعني اوسع بالماوس كده، اقول 2 متر، هو هيرسم 2 متر لوحده من النص ده. اروح اجيب السنتر لاين وبعد كده اقول اوفست متر ومتر واشيل ده تمام. عشان ما نتوهش ممكن نعمل تريم ونشيل الكلام ده كله اهو علشان نقعد نعمل الباقي. يعني نقول لاين من هنا لحد هنا كده اهو، بس عشان اللاين ما يكونش غلط، وطول 2 متر. وبعد كده من نص اللاين ده تروح تجيب السنتر، وبعد كده تقول اوفست متر يمين متر شمال. الموضوع لطيف جدا وبسيط جدا يعني تمام. وبعد كده اخر لاين عند حضرتك اللاين ده من النقطة دي، اروح اقف عند النقطة التانية واقول 2 متر برضو تقريبا، انا ما وزنتهاش، هاتها بالظبط كده تبقى كده اهو كده. وبعد كده هات لاين من النص وروح على السنتر لاين، وانا كل شوية لازم ادوس على الدايرة علشان يعرف السنتر لاين بتاعها، او شيفت كليك يمين وتقول له سنتر. اول ما هتقف على الدايرة دوس على طول، وانت واقف على الدايرة هو هيلقط على السنتر على طول تمام. وقول اوفست متر يمين متر شمال. طيب بنفس الطريقة دي انا كده تقريبا خلصت كل الخطوط بتاعتي. عايز اشيك على الخط ده لانه ممكن يكون مش مظبوط قوي، هعمل كده واقول شيفت كليك يمين سنتر واقف على الدايرة ودوس كليك، هو راح على طول. هنقول فلت مثلا لحد الاخر هنا خالص، وامسح الاتنين دول مش عايزهم عشان انا هعمل جداد. ادي متر ومتر، الحمد لله طلع نسبة الايرور قليلة جدا، تكاد تكون يعني حاجة بسيطة قوي. نعمل فيلت جديد هنا يعني حاجة بالملي يعني، وبعد كده اعمل تريم هنا واعمل ماتش في اي حاجة تانية متمتشش. ماشي تمام، كل ده اتمتش خلاص تمام. عايزين نرسم اللي جوه، نقول بولي لاين من هنا اي انتر اس انتر من هنا لحد تقريبا هنا، وبعد كده تقريبا كل ده على ضلعة واحدة. هنقول اس انتر برضو من هنا لحد هنا، وبعد كده لحد الاخر اس انتر هنا لحد هنا، اوفست 2 متر تمام. الدنيا بقت زي الفل. اللي في النص هنا طبعا واضح ان هو ما اتظبطش، اشيل الاوفست واظبط اللي في النص. احنا طبعا نسينا، انا نسيت ان احنا ما عدناش عليه مانيوالي، فدي كانت حاجه انا نسيتها للاسف، فهنضطر نعيد عليها تاني. عايز اعيد عليها ان ده واضح كده ان هنا كان في كيرف قبل ده اهو، هنا في كيرف اهو لحد هنا كده، وبعد كده ده نعمل ايه؟ بسيطة، هنعمل لده ترم في الحتة الصغيرة دي. انا دلوقتي فصلت البولي لاين على 2، خلينا ندي بس البولي لاين ده لون كده غامق عشان نشوف. تمام، ده كده بولي لاين بقى ارك وارك، وده بقى بولي لاين تاني ارك وارك. اقدر العب في الارك ده لوحده، واقدر العب في الارك ده لوحده، وبعد كده المسهم في بعض تاني، يا اما بامر جوين يا اما بامر فيلت تمام. طيب الارك ده عايز ينزل لتحت هنا وعايز يروح لحد هنا،
والارك ده برضو هنوصله لحد هنا، ودي هتنزل لحد هنا تقريبا كده. ظبطت تقريبا كده ظبطت. عايزهم ايه؟ عايزهم يتعمل لهم فيلت، اقول فيلت ار انتر زيرو انتر يعني عشان ما يكونش فيه اي، واقول من ده لده ايه اللي حصل، بقى كله خط واحد تاني. لو ما جابش بالفيلت يجيب بالجوين، تمام. واقول اوفست 2 متر لتحت واوفست متر لفوق علشان هو واضح ان في متر لفوق في الحته دي بس، واقول تريم من هنا، مش عايز كل اللي هنا ومش عايز كل اللي جوه ومش عايز كل اللي بره. خلاص ظبطت كده. لو كل ما تعمل ترماتك بقى هتلاقي الدنيا ايه، وزنت معاك كل حاجه. ادي الترمات بتاعتك وادي الشغل بتاعك. مش عايز اطول اكتر من كده يعني، انتوا ممكن تكملوا انتوا الباقي، لان الباقي مش كتير يعني، تمام. طب انا عايز اعمل بس دايره في اللي جوه هنا اهو، بسيطه خالص. انا ممكن اقول سنتر او ممكن اقول اوفست 5 متر مثلا من هنا لهنا. لا والله ده كان 4.5 مثلا من هنا لهنا. لقطت بعد كده الاتنين متر اوفست، بعد كده في نفس الكلام من فوق. او ممكن اقول سيركل على طول من هنا لهنا، واقول سيركل تانية هي الاوفست بتاعها من هنا لهنا، وبعد كده اقول تريم كل ده انا مش عايزه. بعد كده اوصل ده بده كده اهو، تمام. لو عملت كله ماتش بروبرتيز احمر هيبان لك كل الشغل ابتدى يحصل. طيب نيجي هنا هو بقى الامر اللي هو امر الري او بالميرور بتاع المحاضره اللي فاتت، اللي قلنا ازاي نعمل بالميرور على الكيرف. انا عايز ارسم ده، هرسمه ازاي؟ ده ما بيترسمش يا فندم من هنا، ده بيترسم من السنتر لاين بتاعه بالويم كده، او هترسم خط من اوله لاخره، تاخد السنتر بتاعه وتروح ل شيفت كليك يمين سنتر الدايره دي وتدوس اوكي، وبعد كده تقول اوفست دي كام تقريبا كده. انا رحت عملتها قال لك، وتعمل اسكيب وتعمل اوفست تاني قال لك دي 0.46 تقريبا، 0.50 و0.50 اوفست 0.5 كده وكده. انت خلاص رسمته. انا افضل ان حضرتك تعيد عليه تاني بالبولي لاين، يعني انت هترسم الباكيه من هنا لهنا، ارسم الباكيه دي تاني بولي لاين، ده رأي شخصي. ليه يا عمي؟ هنشوف دلوقتي. وبعد كده امسح كل اللي حضرتك مش عايزه، كل اللي انا مش عايزه همسحه، ده مش عايزه ده مش عايزه. خلاص انا رسمت بولي لاين اهي حلوه بتاعتي. نديها لون مختلف علشان تبان اهو. طبعا انا بديها لك انت لون مختلف، لكن في الاول في الاخر انت شغال بليارات وبتاع، مفيش حاجه اسمها بتدي الوان، تمام. وبعد كده تقيس المسافه ما بين ده وما بين اللي زيه، ادي اللي زيه، وتعمل ميرور بالشكل ده انتر. نص المسافة دي من نص المسافة، بص فين بقى، بص فين لحد البربنديكولار على الكيرف وتدوس انتر. ايه اللي حصل؟ عمل ميرور، تمام. طيب هنا في فرق يا عم، الفرق ده كان من الاول ان كان واضح جدا ان الخط اللي احنا عملناه وعملنا اوفست يمين واوفست شمال، لا ده الباكيه دي متاخده راديال، يعني الخط ده رايح راديال والخط الثاني رايح راديال. طب نعمل ايه؟ بسيطه، امسح ده وهات لاين من هنا للسنتر اهو، سنتر الدايره دي مثلا، دوس اوكي، هو راح للسنتر على طول. ومن نفس السنتر ده هات الخط الثاني واعمل اكستند للخطين، للخط ده وللخط ده، ادي اكستند وادي اكستند. بص اهو وصلت يا عم زي اللي انت عايزه. وصل ده بده ووصل ده بده، وامسح الخطوط دي تاني مش عايزها، وكرر نفس اللي حضرتك عايزه. اما اي انتر، امسك ده انتر من نص المسافه دي لحد بيربنديكولار على الكيرف انتر، تمام. الخط ده كان عايز يوسع بس شويه، خلينا ما ناخدوش على الصغير، ناخده على الكبير علشان تبقى حته باينه اهو، من هنا لحد هنا بالظبط. ونقول ام اي انتر بالشكل ده انتر من نص الخط لبربنديكولار كيرف انتر، نزل بالظبط. عايز اعمل كل اللي بعده، مش هعمل الخط ده تاني، انا همسحه ماليش دعوه بالخط ده خالص. هعمل ايه؟ ميرور من نص الشكل بقى الجديد بتاعك
لبربنديكولار كيرف. البربنديكولار مش عايز يبان، شيفت كليك يمين بربنديكولار، اوكي. وبعد كده تمسك الاثنين دول وتقول من نص الكيرف بربنديكولار، اوكي تمام. لو عندك غلطه ولو ملي، ايه اللي حصل؟ الملي بيتضاعف، هنا كان ملي بقى 2 ملي بقى 4 بقى 8 ملي، لحد ما تيجي تعمل لده الميرور بتاعك من نص للبربنديكولار. بص عمل ايه، خلاص فرق. لو ده يفرق معاك قوي هتعيد، هتظبط قوي الاثنين بالظبط. ما يفرقش معاك كمل يا باشا. لا عايز توازن العمليه، ممكن توازن، ممكن تاخد الكلام ده كله حتى لو انت عايز توازنها بايدك يعني، وتقول روتيت. روتيت منين؟ من سنتر الدايره. فين سنتر الدايره؟ اهو. روتيت قد ايه يا عم؟ ناقص درجتين مثلا، او خليها درجه واحده، درجه. شوف انت بتلفهم كلهم، بس بتلفهم كلهم بس من الايه، من سنتر الدايره. الحاجات الرفيعه في الاوامر دي اللي هي كيفيه تطبيق الامر اهم من الاوامر اللي انت تعرفها. ما يهمنيش ان حضرتك تبقى عارف 400 امر، اللي يهمني ان انت يبقى معاك 3 4 اوامر بتعرف تعمل بيه كل الشغل اللي احنا عايزينه. تمام، نقدر نعمل لتحت. اه اعمل لتحت انت حضرتك بقى مع نفسك، تقدر تعمل الكلام ده كله. اه اقدر اعمل الكلام ده كله. تقدر تعمل الرسمه دي، مفيش مشاكل. هنرسم الرسمه دي ونعمل اوفست، ومن الناحيه دي هنعمل اوفست، ده تقريبا اوفست 3. شوف انت لو خدت هنا اوفست 3 ايه اللي حصل؟ والله ده لسه في فاضل نص، ادي النص بتاعك. اه تمام، يبقى دي 3 ونص، خلاص عرفنا. وهتبتدي ترسم وتكمل شغلك. وبعد كده هناخد الشغل بتاعنا ده كله اهو. طبعا كان من الاول المفروض نبعد عن اللاي اوت علشان ما ناخدش حاجه فيه. وبعد كده ناخد اللاي اوت ده نعدل اللاي اوت على عدله البلان. نعمل روتيت، نفتح الاورثو اهو. وبعد كده نموف اللاي اوت بحيث ان هي تبقى عند نفس البلان. انا دلوقتي بعمل حاجات انا شايف ان انا عايز اعملها. هاخد البلان بتاعي من غير الخط ده واقول موف هنا، مش لاقيه. فين اللاي اوت؟ اختفى. لا يا فندم ما اختفاش، هو الصوره مغطيه عليه. او انا امسك الصوره واقول رايت كليك درو اوردر سند تو باك، وممكن ما تلقطش برضو. لما بعمل سند باك ما تلقطش، او انا ساعتها مختار من بعيد كده اهو اللاي اوت نفسه، واروح عامل رايت كليك درو اوردر برينج تو فرونت، هيلقط زي الفل. اروح عامل موف واشتغل عليه، موف واشتغل عليه. شوف انت عايز حضرتك تعمل ايه بقى بالنسبه للاي اوت. تمام، عندك هنا كان في خطين عايزين نديهم تخانة عشان حضرتك تشوفهم. الخطين دول كان الرامب. طيب نخش على الرامب بقى. احنا كده خلصنا الطريقه اللي هنعمل بيها مجرد خطوط. انا ما قلتش برزنتيشن خالص دلوقتي، مجرد الخطوط بتاعت الرصيف وخطوط الجرين اريا. تمام، وفي نفس الوقت عرفنا كنا بنغير الليارات وبنعمل الباكيات دي. طيب دلوقتي هنبتدي نخش على حاجه جديده اللي هي الرامب. الرامب بيبقى له على اليمين وعلى الشمال ريتيننج وول. يعني ايه ريتيننج وول؟ يعني حيطه خرسانه بتبقى سانده، علشان انت بتحفر تحت الارض 2 متر، فحضرتك لو مش حاطط الحيطه دي الرمل اللي يمين وشمال ده هيقع عليك. فانا بعمل ايه؟ بحفر واحط حيطه، احط شده خشب تسند الرمل، وبعد كده بصب خرسانه مسلحه، وبعد كده اسحب الخشب تاني. فاللي بيحصل ان انا عندي 30 او 40 سنتي يمين الرمب وشمال الرمب، يعني اوفست 40 اهو، يعني هنا في 40 سنتي وهنا في 40 سنتي. وساعتها انا غلطت. ليه؟ لان احنا لو عايزين الرمب 4 متر بالظبط عرض، ما ينفعش ان انا اخد منه ال 40 سنتي. فيبقى انا اصلا وانا برسم الرامب لازم ارسمه من الاول للاخر، بمعنى ان انا هعمل الخط ده ثم اعمل اوفست 40 سنتي، ثم هعمل اوفست ال 3 متر 60 مثلا بتاعتك، ثم هعمل ال 40 سنتي تاني. كده الرامب بتاعي مظبوط 100%. بس ده مش شكل رامب، ده شكل اربع خطوط مش مفهومين. نقفلهم وبعد كده نتكلم. هقفل دي من هنا ودي من هنا اهو. وبعد كده هبتدي اعمل حاجة تانية اللي هي ايه؟ فاكرين خط اتجاه الصعود بتاع السلم؟ ارجع لمحاضرة السلالم البلان.
خط اتجاه الصعود بتاع السلم هو بيبقى في الرامبات، وهو اللي بيبقى في الرامب ستير. والرامب ده حتى لو بتاع مشاة مش بس بتاع عربيات، لازم يتعمل فيه خط الايه اتجاه الصعود، وبرضه بيتعمل فيه قبله وبعده مناسيب زي السلم بالظبط، لان الرامب ده نفس الفانكشن بتاعت السلم. السلم هو حركة اتصال رأسي، يعني بياخد الناس من منسوب لمنسوب أعلى، وهكذا برضو الرامب بياخد الناس من منسوب لمنسوب أعلى. طيب هنقول أوفست كل 2 متر مثلا، وأعمل خط زي ده كده. إيه الخطوط دي؟ ولا أي حاجة، ده الإنديكيشن بتاع الرامب. وبعد كده هعمل لاين مثلثات بقى. واحد يقول لي المثلثات دي ليه كده ومش كده؟ انهي في دول صح، الاحمر ولا الازرق؟ طيب لو انا عندي هنا اهو الزائد، يعني ايه هنا ده البلاس 15، وهنا اهو الماينس، ده الماينس وده البلاس. الرمب ده طالع كده ولا طالع كده؟ انا ماليش دعوه باتجاه العربيه بتاعتك، العربيه نازله وطالعه، يعني العربيه رايح جاي، يعني الرامب ده في عربيات رايحه يمين وعربيات جايه شمال، مش مشكلتنا دلوقتي. لكن انا بتكلم الطالع، اقصد اقول بيه البلاس بتاع المنسوب والماينس بتاع المنسوب. والله الرامب ده لو زي الرامب بتاع طوارئ المستشفيات، فبيبقى هنا اهو بلاس 15 يروح هنا بلاس متر 30 متر 20، ساعتها يبقى المثلثات دي صح، يعني هو كده طالع رايح فوق. طيب لو كنت انا في عمارة سكنية والرمب ده نازل البدروم، الطالع بيبقى لمين؟ بيبقى اللي في البدروم هو اللي طالع لفوق، يبقى ساعتها الازرق هو اللي صح. وبالتالي راس السهم بتشاور على اتجاه الصعود، ملهاش دعوة باتجاه الحركة، عشان الناس بتعمل غلط كبير جدا في الموضوع ده، وايه وبتركب في دماغها غلط. يبقى ده غلط في الحالة دي تحديدا، ده غلط. الصح ايه؟ هو ان اتجاه الصعود هو اللي كده ناحية الرصيف، لان ده بدروم. تمام؟ ونكمل ده كده، نكمل ده كده، وطبعا بيبقى فيه مناسيب وبتاع، مش هنتكلم فيها دلوقتي، احنا هنتكلم فيها في اخر المحاضرة. تمام. رسمت الرامب؟ الغلطة اللي كل الناس بتقع فيها، يعمل الرامب وقدامه فعلا حتة زي دي نجيلة. حضرتك هو العربية بتمشي في النجيلة وبعد كده تنزل على الأسفلت؟ ولا تقصد تقول حضرتك إن لسه في شارع هنا؟ لو تقصد تقول كده يبقى حضرتك صح، ده في شارع هنا وممكن يكون لافف، او ممكن يكون اصلا في باركنج هنا، فاحنا هنرسم هنا خط ونعمل اوفست مثلا 5 متر اللي هي بتاعه الباركنج، نطولها شويه، ده في ستريتش هنا اهو، ادي الباركنج بتاع سيادتك، وفي اوفست 2 متر ونص بتاع العربيات، ادي ال 2 متر ونص بتاع العربيات. وبعد كده هقول ان الشارع طاير لحد هناك، وبعد كده هقول ان دي كده كده ادي الشغل بتاع سيادتك، يبقى عامل كده فعليا. بص انا بقى لو عملت الحتة دي فلت مثلا 4 متر، مثلا دي فلت 4 متر، بص لو شلت الشغل ده، بص لو مسحت الصورة ايه اللي هيحصل؟ ابتدى يبقى ليه اوت بجد. تعال نحط الكلام ده كله على الزيرو عشان يبقى ابيض، عشان تشوف بس الخطوط الديفولت بتاعك اهو ليه اوت. انت المفروض تكون كملت الرسمة بتاعتك تماما، وتكون حددت خلاص الايه الباركينج وعملته، البوابات وعملتها، الرصيفة كلها عملتها، الباكيات اللي زي دي عملتها، وهكذا. انا هرجع بس الصورة عشان انا دايما ما بمسحهاش، بحبش امسح حاجة انا في الفايل الا لما فاينلايز الكلام. انا احب اخد الصورة دي موف مثلا رقم معلوم، يعني انا عملت لها موف، بص هنا مكتوب كام، موف اهو، بص تحت الماوس مكتوب 46 ادي 80 متر 100 متر، نكتب مثلا 200 متر. ليه؟ افرض وانا شغال نسيت حاجة، اخد الصورة دي واردها تاني على 200 متر، رجعت بالظبط بالمقاس، يبقى ما باخدش حاجه دايما كده بايدي، لا يا فندم، انا باخدها دايما حتى البلانات
حتى اي حتى الواجهات فوق بعض. وارد ان انت تبقى عايز هاتش او عايز خطوط دايمنشن او خطوط ابعاد من واجهه لواجهه او من بلان لبلان، عايز اخد عمود من بلان او السلم من بلان احطه في البلان التاني. فدايما بعمل الموف بتاعي برقم ثابت محفوظ معروف. تمام. طيب خلينا نقول ان ده كده somehow يعني، عشان نبقى قفلنا حاجه، ونقول اوفست 2 متر برضو، وهقول تريم الكلام ده، وهقول من هنا كده تريم الكلام ده. طيب السؤال الثاني، لو ده اسفلت، لو ده اسفلت ده اسفلت دلوقتي، اللي جنبه ده جرين اريا ينفع؟ تبقى انت ماشي على الاسفلت وتلاقي جرين اريا على طول؟ لا يا فندم، في مبادئ معروفه اللي هي ايه؟ اي حاجه في الدنيا في اللاي اوت لازم يفصل بينها وبين الجرين بلاط او مشايه او انترلوك او رصيف، ايا كان اسمها، بس اسمها ان اوربان ديزاين او في اللاندسكيب اسمها فوت برينت. الاسم ده لازم تبقى فاهمه كويس قوي. يعني ايه فوت برينت؟ يعني ان ما ينفعش الجرين اريا تقرب من اي حاجه حضرتك بنيها، لا سور، يبقى بين السور وبين الجرين اريا لازم يكون في 2 متر رصيف، بين المبنى والجرين اريا لازم يكون في رصيف، بين المبنى والاسفلت، يعني ما ينفعش انا والمبنى هنا اهو ابص الاقي ايه الاسفلت هنا، ده اسفلت، لا يا فندم ما ينفعش، لازم الاول يبقى فيه 2 متر رصيف. يبقى اي حاجه، وحاجه تانية عايز اعمل رمل وميه ما ينفعش، لازم اعمل في النص يا اما رصيف يا اما حجر. تمام. يبقى في حاجات كده ما ينفعش تخش على بعض، وبالذات الجرين اريا ما ينفعش تخش على الخرسانه، ما ينفعش يبقى انا بعوم في حمام سباحه وبطلع على النجيله على طول، ما ينفعش يا فندم، لازم نعمل دك، لازم نعمل حته ميه حوالين الميه يكون في حته رخام او بازلت او ايا كان، بس إن تكون ماتيريال طبعا خشنه عشان الناس ما تتزحلقش، لان بيبقى فيها ميه كتير والناس كلها رجليها بتبقى مبلوله. طيب يبقى انا لو عايز اعمل حته جرين اريا هنا، خلينا نطور بقى، انا عايز اعمل من هنا جرين اريا، هشيل الاورثو بتاعي، عايز اعملها بيربنديكولار، اوصل بالبيربنديكولار شيفت كليك يمين، بيربنديكولار فين بتاعي البيربنديكولار، شيفت كليك يمين بيربنديكولار، مش لاقط اهو بيربنديكولار اهو، نعمل اوفست متر يمين ومتر شمال عشان الشغل يبقى مظبوط، انت كده بتشتغل سنتر لاين. ينفع المشايه دي اللي هلونها بالاحمر عشان تفهمها تخش على الباركنج كده على طول عمياني؟ لا يا فندم، لازم الباركنج هو كمان ياخد بيربنديكولار، ياخد اوفست 2 متر من كل النواحي، حتى من هنا، حتى من هنا. تمام. المبنى نفسه ياخد 2 متر، وممكن توسع في المبنى تخليه 4 متر، ومش لازم ياخد شكل المبنى بالظبط، يعني مش لازم ارسم بولي لاين حوالين المبنى واخده بالظبط، انا ممكن اعمل من اعلى حتت، يعني من هنا افتح الأورثو تاني وقول 2 متر، ومن هنا من اعلى حته قول 2 متر، من الناحيه التانيه من اعلى حته او من اكتر حته بارزه 2 متر، وارسم خط كده، وارسم خط كده، وارسم خط كده، اعمل فيلت ريديوس 2 مثلا لو انت عايز، طالما احنا شغالين 2 في 2 اهو، شايف ابتديت تعمل حاجه، اعتقد ان انت كنت بتتعب في الاول عشان توصل، بس انت عايز توصل للفكره. تمام اهو، وممكن ده مع ده يلقط، يعني ال 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 البولي لاين اهو لقط على كيرف وكل حاجه، حتى ال 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 السلالم، والله انا ممكن اخد من هنا خط عامل كده نبعد 2 متر وناخد خط بالعرض كده، تمام، لحد ما الارك ده يروح له، ناخد نعمل اكستند للارك اهو، وبعد كده اقول خلاص كده، وممكن الارك ده والله يروح للراجل اللي هناك ده، فلت
فلت من هنا لحد هنا، مش عايز يلقط، خلاص بسيطة. نعمل ايه؟ نعمله بلدي. ساعات بتيجي كده في حاجات ما بتلقطش يعني، نعمل بلدي اهو من هنا لهنا، وبعد كده اروح راسم كده، جه على طول يعني، قربت الخطين من بعض وبعد كده رسمتها. تمام تمام التمام كده، انا زي الفل. حتى ده مع ده ممكن اقول فلت الخط ده مع ده اهو كده، تمام. ده لو كان مشاية، والله لا ده مش مشاية، يبقى المشاية هناك الناحية التانية. اهو كسرها واشيل ده امسحه، واقول فلت ده يبقى من هنا لحد هنا اهو اهو، لقط على طول خلاص. عايز تزود ال 2 متر تبقى 4 متر، ماشي. طبعا هنشيل الكلام ده ساعتها لما تعمل كده. تعال نلون بالاحمر، شوف حضرتك هتفهم ايه من اللي انا هعمله دلوقتي. طيب انت دلوقتي فهمت ايه؟ نكمل بس الحتة الصغيرة دي كده، دي كده ودي كده اهو. لون، انا بلون لك انت، لكن انا فعليا انا ما هبقى شغال على طول يعني. اهو هعمل كده وهعمل كده، وهقول ان دي فلت كمان، واقول ان دي فلت كمان. طبعا هي فيها حاجات كتير قوي، لو يا سلام لو عملت كده وعملت كده يا عمي. تمام، وشيل ده كمان مش عايزينه اهو اهو. واحد بيقول لي انت ازاي بتعمل اكستند وترم في نفس الامر؟ ما قلت لك بالشيفت يا باشا، لو انت مختار اكستند، لو دوست شيفت هيقلب ترم، ولو انت مختار ترم، لو دوست شيفت هيقلب اكستند. تمام، الخط ده مش معانا او معانا ايا كان، انت بقى المفروض تكون مخلص الرسمه كلها. ده المفروض يكمل مع ده، اعمل له اكستند وبعد كده اعمل ترم. خلاص شوف انا عملت الامرين بسرعه برضه، فده ينفع وده ينفع. تمام، بص كده انت شايف ايه؟ هو ده الغلطة اللي احنا دايما بنلاحظها فيكم، انت ما بتبقاش مقفل اللين، اللين ده اللي هو الرصيف يعني، ما بتبقاش مقفل الرصيف بتاعك. بص الرصيف كامل كله، لو عملت له باوندري ينزل لطش على طول. بص ادي الرصيف كله على بعضه، ويا سلام بقى لما تفتح الرصيفة كلها على بعض. هو انا لازم افتح الرصيفة كلها على بعض؟ لا. ليه؟ عشان انا ممكن اكون عايز ادي رصيف ماتريال ورصيف ماتريال تاني خالص. بمعنى شايف الرصيف الطويل الجميل ده، او شايف الرنج الجميل ده عامل زي الرنج رود الحلو ده، ماله ده؟ انا عايز اخليه 3 متر يعني، لسه هعمل له اوفست يبقى 3 متر وامسح اللي في النص، وعايز اديله لون مختلف عن بقيه الرصيفه بتاعت المشروع كله. ينفع؟ ينفع، بس عشان اعمل الكلام ده لازم ابين للناس ان ده ماتريال غير الباقي، وبالتالي هتلاقيني عملت له اكستند. تمام، هتلاقيني عملت له اكستند كده، تمام، يعني قفلت عليه، خليته يكلوز على نفسه. ليه؟ عشان لما نروح على الفوتوشوب او وانا عكاد عايز اديله هاتش واخليه حاجه لوحده اهو، ادي الاكستندات بتاعتك. شوف انا بقفل حاجات انا كنت فتحتها، ووارد ان هو يقول لي مش هعرف اقفلها، وارد بتحصل. تمام، يعني برضك ايه، هتضطر ساعتها تقفلها بالارك او بلاين مع نفسك يعني. تمام، ساعتها انا اقدر اعمل لده لوحده باوندري، او على الفوتوشوب اقدر اخلي ده لون وده لون، ده ماتيريال وده ماتيريال. وهنبتدي من المره الجايه ان شاء الله نتعلم الفوتوشوب بامر الله. تمام، اهو شايف بنعمل اكستند ونعمل الترمات، وممكن اعمل هنا الاكستند والترمات، وممكن اعمل هنا برضو الاكستند والترمات اهو. تلاقي نفسك قفلت، واللي في النص ده هو جرين ارياز اند سو اون. بقى شوف انت هتكمل اللاي اوت بتاعك عامل ازاي. انا مش عايز اطول اكتر من كده في موضوع اللاي اوت عشان عندنا حاجات كتير نقولها. تمام اهو خلاص، ما فيش اكتر من كده نقدر نقوله، والباقي على ما عليك بقى يا فندم. تجتهد وترسم اللي اوت اللي حضرتك شايفه، او تصمم اللي اوت اللي حضرتك شايفه، وبعد كده نتكلم. طيب انا كده عملت كل اللي انا عايزه. الحاجه الوحيده بس انا ممكن تطلع من هنا حاجه، ممكن تطلع حاجه، ممكن تحط هنا بسين، ممكن تحط باربيكيو كورنر، ممكن تحط باركنج كبيره، ممكن يكون عندك 3 4 فيلل يعني. انا عندي هنا اهو، ممكن يكون في فيلا ثانيه، في فيلا ثالثه، في فيلتين هنا بالعرض، ادي كومباوند كامل، ويبقى المدخل بتاع الكومباوند من هنا او من هنا، وتخش على طول بشارع كده اهو، بعد كده تلاقي ايه ده المنطقه التجاريه والمنطقه الخدميه والكلام ده كله. تمام كده انا خلصت طريقه اللي هي الرسم. الرسم
وهشدد على حاجة مهمة جدا اسمها الليارات. يبقى عندي لاير اسمه ايه ولاير اسمه ايه ولاير اسمه ايه. تمام. يبقى انا بعد ما رسمت، قبل ما ارسم بحدد لاير من غير ما تلعب لعبة الالوان بتاعتي دي، انا بس بفهمك، لكن انا في الاصل انا عندي لياراتي وشغال عليه. ايه الليارات اللي عندك؟ عندك لاندسكيب او جرينز، وعندك بلاط. اكتب بلاط بالانجليزي والعربي، بلاط واحد او فينيشنج فلور 1 فينيشنج فلور 2 ايا كان، او لاي اوت 1 لاي اوت 2 لاي اوت 3 ايا كان. انا افضل ما تكتبش حاجه 1 و2 و3 عشان ما تتوهش. انا افضل ان انت تكتب جرين وتكتب بلاط مين سباين وتكتب بلاط سكندر سباين او لين، تكتب لين وتكتب ميديان. المين سباين اللي هو المسار الرئيسي، اللي هو اللي انت مختاره مسار رئيسي ليك وهتهشره تهشير مختلف. والسكندر سباينز، وفي اس يعني سكندر سباينز كتيره جدا، هي الباقي بقى وخلاص. تمام. عندك اسفلت او عندك باركينج، خطوط باركينج، لان دي بتبقى خفيفه جدا، الخطوط دي ما بتبقاش تقيله، دي بتبقى خفيفه وبتبقى ممكن تعملها جراي وممكن ما تعملهاش جراي، المهم الخطوط دي بتبقى لطيفه ورقيقه كده يعني. تمام. وبعدين يا عمي عايزين نبتدي نقول ان ده جرين وده مش جرين، ممكن ده يبقى رمل وممكن ده يبقى انترلوك وعليه اعداد سيتنج وبتاع. هتروح تجيب بلوكه اعداد، انا مش هجيب لك بلوكه اعداد واعداد واوريك شكلها ايه، انا هرسم بلوكه بسرعه جدا كده. قال لي يعني دي بلوكه، لكن حضرتك هتروح تجيب بلوكه تعجبك. انا مش عايز اجيب بلوكه واشتغل بيها عشان انا عارف ان نص الناس هتقلدني، انا مش عايز حد يقلدني. تمام. وادي يا عمي الايه، بلوك، وكتبت وعملت ادي بلوكه للسيتنج اريا. على فكره البلوكه دي انا بسميها دايما في اللاندسكيب بلوكه فقيره. ليه فقيره؟ لان دي عباره عن كرسي خشب. انت مضل الكرسي ده؟ لا. طب عامل له ستيب لفوق علشان لو في تحتيه جرين اريا او بتاع الميه ما تطلوش، او لو حتى حد رمى زباله او بتاع الهواء ما يطيرهاش على رجلك، فانت تبقى عالي 10 15 20 سنتي. لا يعني لا ليه ستيب عامله كده، ولا حتى ليه بوكس وراه او صندوق من هنا مثلا كده، ده صندوق عامل كده، او حوض بمعنى ادق، حوض زرع اوفست 25 سم اهو عشان اقول لك ان هو حوض زرع بالظبط. حوض الزرع ده فيه شجر، يعني بص هنا اهو في شجره او نخله او مجموعه شربس او نباتات عطريه. هل انت اخترت الحاجه اللي تخدمك؟ لا يا فندم، ما اخترتش اي حاجه. فانا بقول لك لما تيجي تختار، اختار الحاجه اللي تليق لمشروعك. تمام اهو كده عشان يبقى السكيل مظبوط. يعني البوكس ده ممكن يكون هنا كده، والكلام ده ال حوض الزهور اللي وراك ده ممكن يكون هنا، وممكن يكون بالطول ده كله. وبعد كده في شجر، حضرتك هتروح تجيب بلوكة شجرايه على لاير تاني اسمه لاندسكيب مثلا، اهو في لاندسكيب فعلا عندي، بس انا هديله لون اخضر عشان يبان، هديله تخانه برضو عشان يبان لحضرتك مش اكتر. دي شجرايه المفروض ان هي تبقى بلوكة شجره او بلوكة نخله فعليا وشكلها لطيف والكلام ده كله. ده بل بالعكس ممكن يكون في شجرايه تانيه خالص هنا. شجرايه اصغر عامله كده، وممكن يكون في شجره اصغر عامله كده، وحضرتك مكرر الشجره الاخرانيه دي اكتر من مره. تمام. ممكن تكون الشجره الاخرانيه دي رايحه مره كده ومره كده، يعني مره في الاتجاه ده ومره في الاتجاه ده. تمام اهو. تمام. خد كل دول مثلا لما الكلام ده يبقى ببلوكات بقى وشغل وبتاع. طب تعالى نشوف اللاي اوت الاساسي اللي انا كنت بتكلم عليه، انا حاطط حاجه مثلا اشتغل عليها؟ لا فعليا مش حاطط، علشان انا ايه بس يعني في شويه تاتشات وبتاع، لكن اغلب طبعا الشغل بيبقى مليان. وخلي بالك من بلوكات ما تبقاش مليانه خطوط، بتطبع اسود وبتقل الفايل وبتبهدل الدنيا على الفاضي. ده غير ان البلوك اللي مليان خطوط بيبقى على 15 16 لاير، فعلى ما تحط لك 3 4 بلوكات تلاقي عندك 300 لاير، فهتوه في وسط الليرات. فدايما قبل ما تحط البلوك او اول ما تحط البلوك كسره او خش جواه واسحب كل الخطوط اللي فيه دي على لاير واحد اسمه فيرنتشر.
لو كان فرش، او على لاير واحد اسمه لاندسكيب او تريز او ايا كان، او ايا كان لو كان يعني لاندسكيب يعني. تمام. والكلام ده كله ممكن تعمله بلوكه جديده. ماشي اوكي، عملنا بلوكه جديده، وبعدين هنعمل ايه؟ نبتدي نحط بقى. يعني انت عايز تعمل حته ريكرييشن كده جميله، منطقه ترفيهيه او بتاع، تمام، وابتدي اشتغل بالبلوكه دي وغيرها، هشتغل ببلوكتين ثلاثه، وممكن اخد دي ابتدي اعمل لها روتيشن، لها روتيشن على 30 درجه، تمام، وابتدي ازق الكلام ده كله. هنبتدي كده، احنا دخلنا مش بس في لاي اوت، احنا هنتميز شويه وبنخش كاننا بنعمل لاندسكيب. يعني انا عايز قدام المشروع بتاعك، المشروع بتاعك اذا كان 20 في 30، فانا عايز اللاي اوت بتاعك كله على بعضه يكون 80 في 50. مشروعك 20 في 30 والارض اللي حواليه 80 في 50، يعني قدامه انا مشتري حته ارض، عملت الجنين، عملت الفيلا بتاعتي بتبص على جنينه 80 في 50. عايز انت تعملها 50 في 80، يعني تبقى بالطول تبقى بالعرض، قرارك يا فندم. طيب اللي ورا بقى المشروع ايه؟ يعني اللي ورا حته بقى، حته كده 4 متر في 4 متر داير ما يدور الثلاثه التانيين. يعني انا لو عندي، عشان بس الناس هتقعد تسال، انا لو عندي الدور الارضي بتاعي كده اهو، هتعمل لي حضرتك 80 في 50، اد 80 و50، ادي ال 80 و50 بتاعتي من النص للنص كده، وبعد كده هتعمل اوفست اهو 4 متر داير ما يدور، يبقى الحته دي داير ما يدور 4 متر اهي، 4 متر في وشك اهي، كبرها لك عشان حضرتك ايه الدايمنشن والكلام ده، الناس بتسال اهو، واحد ايه خليها 3 كمان عشان ما تزعلش اهو، شايف بقى قد ايه كبير اهو، جميل اهو، ممكن اعمله مانيوال كده ازقه في النص كده واقول ان دي كام، 80 في 50. والله واحد تاني يقول لي لا ده انا عايزها بالطول عشان عندي فكره مجنونه عايز اعمل معرفش ايه، خدها يا عم بالطول وما تقرفناش. ادي الشغل بتاع سيادتك، يا اما 80 في 50 بالطول يا اما 80 في 50 بالعرض، وادي الدايمنشن بتاعت كله اللي في النص ده المشروع بتاعك اهو، وهعمله لك كمان بالاكس عشان يبقى عندنا العيب وازح. تمام، ده المشروع بتاعك، والدايمنشن دي نقللها سيكا علشان اهو. تمام يا فندم، تمام يا فندم. يبقى ده اللاي اوت المطلوب منك ان شاء الله للمره اللي جايه. تمام، طيب دلوقتي انا خلصت الرسم، محتاج بقى من حضرتك تبتدي تحط لي كل الشجر على لاير، عشان هنخفي اللاير ونهشر. هشرت وانت فاتح الشجر المشروع بتاعك باظ، يا اما مش هيلقط، يا اما التهشير هيضرب في اي حته، هتلاقي الفايل كله بيتهشر، هتلاقي الفايل كله هنج، هتلاقي الفايل بتاعك وقع. دايما بعمل سيف كنترول اس، دايما بعمل كنترول شيفت اس اللي هو سيف از، واسمي الفايل بتاعي 01، بعد كده 02، بعدها بساعه 03، واقعد ماشي في الزيرو لحد 100 و120، وبعد كده كل الفايلات اللي ورايا دي بتتمسح ما عدا اخر 3 4 فايلات. يعني انا لو على فايل 123 بتمسح ال 120 وتسيب اخر 3، تمام، بحيث ان لو في ساعه منك طارت وما عرفش تجيبها بالباك اب تمب، بروح لل الرقم اللي قبليه واشتغل. طيب ويا ريت وانت شغال دايما يبقى عندك الميل بتبعت لنفسك، يعني وانت شغال كده تروح فاتح ال 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 الشغل بتاعك وماسكه، وتروح فاتح الميل بتاعك ورميه ايه دراج او رميه بتاع على الميل او على ايا كان، رامي الشغل بتاعك وسند، او يبقى في فلاشه رايت كليك سند تو الفلاشه كل 10 دقائق، ريبليس 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 على الفلاشه، تمام، عشان ما حدش يقول لي اللاب بتاعي هيتحرق واللاب فصل ومش عارف ايه. احنا اتفقنا من اول السنه ان الاخطاء دي هي مش غلطه انا ولا غلطه الكمبيوتر بتاعك، هي غلطتك انت شخصيا كمهندس، ووارد ان الكلام ده يحصل في شركه يوم التسليم الصبح مش ليله التسليم كمان. المدير هيقول لك ايه؟ مش هيقول لك اكتب استقالتك حتى، هو يعني مش هيقولها، يعني هو حتى الكلمه دي هتبقى غاليه جدا انها تتقال. انت اصل الكمبيوتر ضرب مني، يعني ايه الكمبيوتر ضرب منك يا فندم؟ انت مش مهندس يا ابني،
انا مهندس مش اي تي. لا يا فندم، حضرتك مهندس واي تي وبتفهم في تصطيب الويندوز، وبتفهم في تصطيب الكاد والماكس والشوب واللوميون والسكتش اب والريفت والجي اي اس، وبعد كده برامج مونتاج لو بتعمل فيديوهات، وبرامج بعد الميكنج والمونتاج طبعا بتعمل برامج تسجيل يعني بتعمل كل حاجه يا فندم، خدت بالك؟ وانتي فايروس وكل حاجه انت بتعملها يا فندم. طيب بعد ما خلصنا عايزين نهشر، ايه اللي جرين عندك؟ اعمل هاتش في المسافات الواسعه دي. انا هعمل دوت جرين ليج راس طبعا اهو في المسافات الواسعه دي، ما تغلطش وتروح تدوس هنا. تعال نشوف هيحصل ايه. انا دوست هنا هاتش، مبدئيا هو علق، مع ان الكمبيوتر بتاعي المفروض ما بيعلقش بس بيعلق. علق ليه؟ اقول لك انا، اولا ده بلوكه تقيله وانا مش محتاجها، انا مش ههشر جنبها يعني مش هاجي جنبها خالص، ادي اول حاجه. تاني حاجه الشكل اللي انت دوست عليه مش كله بقى ظاهر للشاشه، ودي غلطه كبيره جدا حضرتك بتعملها، ان انت بتدوس على شكل هو اصلا مش ظاهر كله للشاشه. خلينا نعمل سكيب. شايف الكمبيوتر عمل معاك ايه؟ اغلط لك نفسك اكتر من كده ايه؟ ادمر لك الفايل بتاعي يعني؟ حضرتك بتعمل كده وفي الاخر بتصوصو، بتقول انا ليه المشروع بتاعي وقع او الفايل بتاعي وقع، عشان حضرتك بتاخد حاجات رفيعه جدا وسط الشغل، الحاجات الرفيعه دي فعلا بتبوظ الدنيا. يبقى احنا عندنا دلوقتي المشكله اللي انتوا كلكم بتقعوا فيها، ان انت بتبقى فعلا فاتح فايل ملعبك كده زي ما انا كنت شغال معاكم وملعبكينه مع بعض وكل حاجه، وكل اللعبكه دي باينه، وبتيجي تعمل الهاتش، او بيبقى الشكل نصه طاير وتيجي تعمل الهاتش بيطير بيبوظ. خلينا اقفل الكاد وافتح كاد من الاول، ضاع مني 5 دقائق شغل، ضاع مني 10 دقائق شغل، ضاع منك 2 3 ساعات عشان حضرتك مشكورا ما بتسيفش على طول، او ما بتامنش على فايلك ففايلك ضرب الف هنا وشفا، بتحصل كل ده بيحصل. فانا هعمل ايه؟ لما تيجي تعمل الهاتش يبقى زق الحاجات دي على يمين شويه كده مش عايزين نشوفها، ويبقى زوم في الحته اللي انت هتعمل فيها هاتش، هتعمل هاتش في الحته دي لوحدها كده اهو، اعمل هاتش وانت باصص لها. ويا سلام بقى عليك لو البلوكيه الحلوه دي عملت لها موف 100 متر مثلا، رقم معلوم 100 متر، اعمل الهاتش بتاعك، اعمل اد البيكه بتاعتك، لما تدوس جت على طول يا فندم من غير ما اعمل اي حاجه في دنيتي، من غير ما 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 مسحر، جه على طول اهو زي الفل. اظبط الشغل بتاعك تمام. يبقى حضرتك دلوقتي الهاتش بتاعك طبعا هنحطه على لاير اسمه هاتش، وهيكون لونه جراي، وهيكون ال 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 اللاير كله انا هعمله باي لاير، لكن اللي هو الثيكنس او اللاين ويت، لكن كده كده اللاير نفسه واخد لاين ويت قليل جدا، فاقدر اهشر بقى كل حاجه يعني. اقدر اهشر، انا عايز اهشر بنفس الطريقه، عايز اهشر دي ودي وماشي، ودي كمان ودي ودي ودي، والحته النونه دي ودي ودي كمان. يلا اهو هاتش اوكي، عايز اخلي ده زي ده بالظبط، ماتش بروبرتيز ينفع في الهاتش اهو اهو. هو ليه الهاتش بيعمل كل واحده لوحدها مع اني مختارهم كلهم مع بعض ليه؟ علشان حضرتك في الهاتش في هنا اهو بيقول لك كرييت سيبريت هاتشز، لو انا شلتها وقلت اد هعمل دول اكنهم تبليطه، وتعالى نشوف لما اعمل دول بشكل مختلف بس بعد ما شلت الكرييشن ده اللي هو كرييت سيبريت هاتش، وتعالى نختار مثلا الشكل اللطيف ده ونظبط الايه الاداء بتاعه، لا لسه عايز يقل، تمام، واروح على الهاتش. لو تاخد بالك بص انا هغير واحد وهغير الباي لاير، بص كله بقى حاجة واحدة، وهغير برضو ده الباي لاير. لو تاخد بالك ان ده بقى كله حاجة واحدة، لكن ده كان كل واحد لوحده، يعني لو عايز امسحه هقعد ايه، يا اما اعمل ايزوليت عشان يخفي، يا اما همسح واحدة واحدة او ايا كان. يبقى انا ممكن برضو اتحكم في الهاتش علشان في ناس سألتني عليها،
ان كل هاتشاية تبقى لوحدها او ان كل هاتشاية تبقى هاتشة واحدة بس. طيب تمام، دلوقتي انا عايز اهشر دي، مش لازم اهشر، انا ممكن اصمم. يعني ايه اصمم؟ يعني انا عايز مثلا دي او الرئيسية دي او ايا كان عايزها تبقى بلاطة، خلينا نخلي ده هو الكرنت، بلاطات خرسانية كل 2 متر. هعمل اوفست 0.5، نشيل بقى كل الكلام ده ونخليه باي لاير، وده باي لاير، ده باي لاير، خلاص اوكي تمام. واقول ماتش بروبرتيز بس عشان ناخد نفس، بقول كل 2 متر في متر او في نص متر. هقعد اعمل الكلام ده 100 مره؟ لا يا فندم، انا هعمله كوبي من وش لوش لوش، بعد كده اخد الثلاثه دول كوبي من الوش للوش، بعد كده اقول كوبي كل دول. فاكرين قصه الميرور اللي كنا بنعملها المحاضره اللي فاتت؟ نفس القصه، كوبي ده من هنا اهو الوش كده، بص خلاص خلصنا، خلاص لوش، امسح دول، خلاص الموضوع انتهى. نقدر نعمل الباقي، نقدر نعمل هنا اهو، ناخد الاثنين دول او الثلاثه دول ونقول كوبي من وش الوش، خلاص هم النقطة اللي اخد منها يمين هي النقطة اللي ايه اللي وصل لها بالكوبي، يعني يا اما الخط الاولاني مع الخط الاولاني يا اما الخط الاخراني مع الخط الاخراني. تمام، واقدر اشتغل اللي انا عايزه، اقدر اصمم اللي انا عايزه، مفيش حاجة ما اقدرش اعملها الحمد لله. تمام، يبقى اهم حاجة بس ان حضرتك تبقى عارف الـ 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 الطريقة، والباقي سهل، الباقي امر سهل خلاص. طيب نرجع تاني، نقول موف المية اللي قلنا عليها، ونشوف ايه حكايه المبنى اللطيف ده. اصلا حضرتك عندك دور السطح، احنا راسمين دور السطح ليه؟ عشان يتحط هنا. طب لما هو هيتحط هنا حضرتك خليتني احط ليه الدور الارضي وكمان احط حته من البدروم بتاعت الحاجات دي؟ علشان يا فندم لازم يبقى عندك الخلفيه دي كمهندس معماري، ان اللاندسكيب او اللي اوت عموما ما بيتصممش الا على الدور الارضي، علشان هو اللي فيه المداخل اللي حضرتك بتصمم عليها الممرات، بيبقى فيه الرمبات اللي هي نازله البدروم اللي حضرتك بتصمم عليها الشوارع. تمام يا فندم، تمام. طيب وكمان مهم جدا ان حضرتك تبقى حاسب الليفلنج او الكونتور، بس انا افضل ان ده يبقى في محاضره لوحده لان دي حاجه كبيره جدا، فخليه في محاضره لوحده، الكونتور وطريقه تصميم اللاي اوت نفسه. احنا هنا بنتكلم ان في لاي اوت خلاص اتصمم وتعدل عليه ومعانا الشفافه، او في لاي اوت عجبني على مشروع خدناه على ايه، على صوره وحطينا الصوره اهو خلاص. تمام، نرجع بعد كده ونقول اهم حاجه عايز احط الشجر، وبعد كده بعد ما احط الشجر والسيتنج ارياز هنجيب شجرايه، نشوف يمكن يكون في فايل كات كان مفتوح على شجرايه. نشوف الفايل ده، في شجرة اهو حلوة، وفي قاعدة لطيفة هنا اهو. ممكن ناخد الشجرة دي كنترول سي ونروح هنا كنترول في، لو صغيرة وعايز تكبرها كبرها سكيل، وقلت ثلاثة مثلا، هي مش شجراية قوي بس هنعتبرها شجراية يعني، بدل ما اقعد ادور على ايه او افتح فايلات او كده. عايز اكبر الشجراية، عايز تكبيرها وهي تفضل ماشيه على الخط ده حتى لو راندملي، خدها من على الخط ده واقعد حطها وانت على نفس الخط، هتدي نفس الابعاد بتاعتك يا فندم، يعني نفس البعد عن الخط هتديهولك طالما انت دايس على الخط. تمام، طب انا عايز اخد الشجرايه دي واشتغل بيها راسيا، افتح الاف 8 وخدها كوبي، عايزة كل 5 متر، 5 10 15 20 25، كبر كده، 30 35 40 50، انا سبت ال 45 عشان هتيجي في نص البتاع ده. ممكن اخد الكلام ده كله كده واقول كوبي من هنا لحد هنا، يعني بعد 50 ارزع واحدة وبعد ال 100 ارزع التانية. تمام،
هتلاقي ان دي عايزة تمشي 5 متر، ما احنا ماشيين كل 5 بقى، 5 متر اهي تمام، عايزة تتمسح مفيش مشاكل، دي عايزة تاخد 20، دي 2 فوق بعض تقريبا ماشي صح كده، وهكذا. قفل بقى شغلك، قفل كل الشغل بتاعك بتاع اللاي اوت. لو تاخد بالك هنا اهو في سيتنج ارياز محطوطة، هات بقى البرجولات دي وحطها في هنا، شجرة كبيرة في النص، في هنا عايز اعمل مية، تعالى نعمل الحتة دي مية مثلا، نعمل هاتش، نختار هاتش، شوية خطوط كده، ممكن نختار ايه، ممكن نختار الخط ده، او ممكن نختار، ممكن نعملها طبعا بايدينا، ممكن نختار ده، ده برضو بحب اشتغل بيه، لو قلت اوكي وقلت بيك بكينا فعلا، عملنا بريفيو كبير قوي، خلي 2، لا ضرب بوينت 2، اه جميل اهو. طب عايز اغيره، دبل كليك عليه وروح على الباترن نيم، افتح الباترن ثاني ونروح على مثلا ده، وخليه بزاوية 45، تلاقي الانجل خلي 45 تمام، لا ده انا عايزه العكس، خليه ماينس 45، طب انا عايز البوينت 2 دي تكبر خليها بوينت 5 تمام اهو، جميل جدا مش مشاكل خالص، كله زي الفل تمام. ونيجي هنا اهو نشيل بقى اللاي اوت ده او الدور الارض ده ونحط دور السطح، حط دور السطح. طيب دور السطح ده بلان للشقه الصغيره او الاوضتين بالامريكان كيتشن اللي فوق السطح، لا احنا مش عايزين كده برضو، انا عايز لاي اوت، يعني عايز المبنى ده من فوق خالص، يعني انا هخش جوه البلان ده وهمسح كل اللي فيه، السلم هسيبه لان هو باين من فوق، البلانات والكلام ده كله همسحها. طب ينفع، ينفع يعني، ينفع لو سمحت يعني عشان انا مش شايف قوي هنا، ينفع اطلع بره يا باشمهندس واخد الكلام ده معايا هنا اهو على زاويه على مسافه معلومه 120، انت بتجيب منين الارقام 120 وبتاع، هو اصلا كاتب لك هنا 121، فانا بشوف اقرب رقم ليه، انت فهمت الفكره؟ يعني انا عايز اهو 93 اه تقري، يعني حطه على ال 100 يا عم، بلا 120 بلا بتاع، حطيته على ال 100 تمام، بس لازم تبقى حافظ الرقم تمام، وكسره هي هي، وامسح كل اللي فيه ما عدا السلم ما يتمسحش، الداش لاين ده مهم جدا، هنعرف ده بتاع ايه دلوقتي، ده انت رسمت الدور اللي فوق عرفت ان الداش لاين ده بتاع اللي فوق تمام اهو، امسح الباب، امسح الحيطه دي كمان طالما في داش لاين انا هو مش عايزها، بل بالعكس ده انا عايز الداش لاين ده ياخد ياخد الخطوط الحلوة دي تمام، وعندك هنا نكمل، انا بعمل ايه دلوقتي عشان ما تتوهش مني، انا بقفل الـ السطوح بتاعي بالبلدي، يعني ايه بتقفل السطوح، بتعمل فيه ايه السطوح بتاع حضرتك، طبعا انا هنا كان الفيلب بتاعي على 4 خليه على الزيرو عشان اعمل ال تمام، وادي فيلت تاني، هتبص تلاقي فيه سلم دخل كده، لا ده تحت ال، خلاص نمسح السلم ده مش عايزينه، اي سلم كده ملوش لازم نمسحه، نعمل تريم ونمسح الكلام ده اهو تمام كده، لان خلاص بقى البلكونه او الدروه طلعت عليه، نكمل الاوفست بتاعتنا، نعمل تريم. طيب العمود ده انا محتاجه، كسر العمدان بتاعتك يا فندم، العمود ده انت مش محتاجه، العمود ده انت مش محتاجه ولا الهاتش ده، لكن انت محتاج الحته دي من العمود كده، ليه؟
احنا بس محتاجين ان احنا نخف الخط ده، الخط ده تقيل قوي، نخليه 25 اهو كده صح. العمود ده انا محتاجه ليه؟ علشان احنا فوق في السطوح ما بتمسحش العمود، يعني انا ما بشيلش العمود خالص، لا انا بعمل ايه؟ انا بسيب العمود يسند الدروة عشان الدروة دي ما تاخدش الراجل اللي سند عليها فوق وتقع، يعني الدروة هتاخدك وتقع تمام؟ فلا ما بنعملش كده، بنسيب العمود يطلع في اخر دور وبعد كده بيقطم وبيبقى العمود ده مش طالع بقى، ما بيبقاش عمود 3 متر، لا خلاص بيبقى ايه؟ بيبقى مجرد ان هو حته كتف في الحيطه كده زياده، شايف؟ طيب هنعتبر ان دي الشقه اللي فوق وده التراس او الروف بتاعه الحلو الجميل بتاعه، تمام. شيل الكلام ده، طبعا مفيش روف ليه، كل الكلام ده مش موجود خلاص اهو، حتى دي الخط ده نشيله. ممكن اعمل ميرور للكلام ده من هنا لهنا، ممكن اعمل تريم للكلام ده، تمام. ممكن اعمل ماتش بروبرتيز كده، كل الكلام بتاعك اتظبط تماما، تمام. تمام كده احنا قربنا نخلص تقريبا الروف تماما، ايا كان بقى دي مش هتبقى نوم رئيسيه، دي هتبقى استقبال، وممكن يكون فاتح عليها كمان المعيشه، وممكن يكون ده التواليت وجنبيه ده بقى مطبخ، يعني ايا كان التعديلات المعماريه تمام. مش قصتنا دلوقتي، هتلاقي غرفه النوم دي لم البتاع ده من هنا وبقى دي طرقه تخش هنا على حاجه تانية، على حمام او بتاع او اساسا مدخل الشقه يعني ايا كان تمام. المناسيب هتغيرها لي طبعا، حضرتك مغيرها اوريدي، لكن تخانات الخطوط لو تاخد بالك الحيطه تخينه طبعا، ما فيش هنا، هو الباب ده مش باب انتحار هو على السطوح، ما فيش هنا باب، ده بقى شباك، واكيد حضرتك عاملها اوريدي من ساعه المعمار اللي كنا شغالينه تمام. والخطوط الخفيفه دي برضو ايه مظبوطه والدنيا زي الفل معاك، وتروح حاطط المناسيب بتاعتك وتكتب هنا سطح او تكتب هنا الروف تمام، وتحط المناسيب وزي الفل، وتروح عامل الكلام ده كله بلوكه تاني تمام، وتروح حاططها لي. حضرتك كده ما حطتليش موقع عام، حضرتك برضو كده حطت لي الروف، واحنا قلنا ان احنا مش عايزين بلان، انا هنا عايز لوحه لاي اوت. انا عمال بقول لك كل غلطاتك عشان ما تغلطهاش، عشان لو غلطتها يبقى ايه؟ يبقى حضرتك مش مركز. حضرتك احنا عايزين الشقة دي نشوفها برضو من فوق، فهنعمل نفس اللي عملناه تحت مع مراعاة ان الشقة دي ما تبقاش سايحة على الروف، لا الشقة تبقى خطوط لوحدها. هنشيل برضو كل الكلام ده تاني بعد ما عملنا يا عم يا فندم تاني، حضرتك ما سمعتش كلام اولاني عشان ايه تقول لي كده. هنشيل كل الخطوط دي مش عايزينها اهو، كل الخطوط دي مش عايزينها، الاعمدة الكلام ده كله، كل ده مش عايزينه. طب والسلم هنعمل فيه ايه؟ كل اللي جوه ده مش عايزينه، بالباب. طب وال الاستراكشر هنسيبه. ركز معايا بقى في اللي جاي عشان ده الغلطات اللي حضرتك بتعملها دايما، مفيش حد ما بيعملهاش. يعني احنا بنشوف منكم الويل. بص يا فندم دلوقتي ده السطوح، السطوح بتاع مين؟ السطوح بتاع السطوح، يعني السطوح اللي فوق السطوح، يعني بمعنى ادق انا هشوف سطوح للسلم نفسه، ما بقاش فيه الكسره دي خلاص، السلم وسع، يعني كل الشغل ده مش موجود اصلا تمام اهو، ما بقاش فيه داش لاين يا فندم خلاص. انا دلوقتي عايز اشوف حاجه واحده ملهاش تاني، اللي هي ايه؟ اللي هي كل حاجه من فوق، مفيش حاجه مش هشوفها يعني الا من فوق، كله من فوق تمام. بس للاسف حضرتك هتكتشف ان انت عندك ثلاث مناسيب، مش يعني ثلاث خطوط
فكل الاوفست اللي بعمله ده اوفست 12 باعتبار ان هو دراوي. اهو بعمل لك الرسمه كلها قدام عينك علشان اقتل اي حد عنده استفسار، بقتل الاستفسار بتاع سيادتك. وهنشوف دلوقتي مين يركب على مين ومين يعمل ايه عشان الخطوط كلها تخش في بعض، فايه هتلاقي نفسك تهت. مش مشكله، انا عايزك تتوه معايا دلوقتي وبعد كده هلم انا الموضوع تاني. تمام، كل الكلام ده انا مش عايزه. خلاص خلاص خلاص، كل الكلام ده انا مش عايزه. شايف مسحت تقريبا يعني تقريبا كل الخطوط ما عدا الاوت لاين، وبالفلت لميت الاوت لاين ده. وبعد كده هعمل اوفست 12. واحد يجي يقول لي وانت ليه بتعمل اوفست لكل واحد؟ طب ما في فكره حلوه ان انت تعمل بعد ما تعمل كل الكلام ده من بره بره. ده واحد يكون مركز بقى معايا بقى، واحد ايه حبيبنا يعني، نعمل باوندري يعني نقلبه بولي لاين ونعمل اوفست مره واحده وابقى وفرت شغل. ادي تركايه قلتها لك، تعال اعملها معاك وانا شغال دلوقتي عشان برضو ما تقولش ان انا ايه ما عملتهاش. ادي يا سيدي الشغل بتاعك زي الفل. نمسح كل ده مش عايزه. واحد قال لك ايه احنا قلنا ايه؟ قال لك باوندري، ادي الباوندري بتاعك. هنعمل اوفست 12 اهو اهو، بس الحته دي المفروض ما تكونش موجوده. هنعمل ترم هنا وهنعمل ترم كده ونشيل الخط ده. الباوندري بتاعك ده نفسه اللي هو الاولاني خلاص كده الموضوع انتهى، كله خلص مره واحده في سلخه واحده في ضربه واحده الموضوع خلص. تمام، الخط ده المفروض يبقى بنفس التخانه. طيب دلوقتي انت عندك ثلاث مناسيب، ايه هما؟ منسوب سلم، وده اعلى حاجه. ممكن السلم يكون فوقيه اسانسير فيبقى اعلى بدور ونص من اخر دور في المبنى اللي هو ده. يعني انا عندي مثلا لو ده الدور الرابع يبقى ده بلس 12، وبعد كده الدور الرابع ده لسه فوقيه سطوح يعتبر دور خامس بس في الحته دي بس، يبقى ده بقى 15. السلم اعلى من ده بنص متر. لازم؟ لا مش لازم، ممكن يبقى نفس الارتفاع بس يفضل ان هو يبقى اعلى. ولو عليه مكنه اسانسير بيبقى اعلى ب 2 متر ونص على الاقل. وساعتها هتلاقي هنا منسوب ومنسوب ومنسوب. واهم حاجه انا بعمل كل ده عشان اقولها لك، هتلاقي هنا السلم لوحده بتخانات خطوط، خلينا نقوله ان هو لونه اخضر مثلا او ازرق ايا كان، يبقى السلم ده بتخانات خطوط اهو. شايف؟ ما تلاقيش دول سايحين على بعض لان هما مش نفس الايه؟ مش نفس، ولا ده سايح ده راكب. تمام؟ هتلاقي ده بتخانات خطوط، ثم ده بتخانات خطوط اقل، ثم ده اقل حاجه، ثم ده اخر حاجه خالص. وحذاري تسيب الداش لاين. وبعد ما خلصت ان انا مسحت الداش لاين، اقول لك يا باشا ان في مدرستين اختلفوا في الموضوع ده. انهي موضوع؟ موضوع السلم بتاع العماره يبان وانت في السطوح ولا ما يبانش. المدرسه الاغلب قالت لك ما يبانش. ليه ما يبانش؟ قال لك ان انت طول ما انت في دور فانت بتشوف الداش لاين اللي في الدور اللي فوقك على طول بس. يعني انا لو في الدور الارضي والدور الاول ما فيهوش بروز والدور الثاني فيه بروز، فحضرتك مش هتشوف في الدور الارضي داش لاين، حضرتك هتشوف في الدور الاول داش لاين. ليه؟ لان البروز ابتداء من الدور الثاني. يبقى انا دايما طول ما انا، دي المدرسه الاغلب اللي انا بقولها دلوقتي، طول ما انا، خلينا نروح للدور الارضي اللي كان هناك. ما بيعملش زوم اوت يا جماعه، قلنا نعمل ايه؟ ار اي انتر او زوم اكستند، دبل كليك على السكرول او زد انتر اي انتر. دلوقتي انا في الدور الارضي، ادي الدور الارضي بتاعك. الداش لاين ده معناه ان الدور اللي فوقك على طول هو اللي فيه بروز. تمام؟ فالمدرسه الاغلب بتقول لك ايه؟ انت دايما بتشوف الاليفيشن بتاع الدور اللي تحتك والداش لاين بتاع الدور اللي فوقك بس. ما ينفعش تبقى في الدور ال 30 وترسم لي السلم بتاع المدخل اللي تحت خالص. ما ينفعش ابقى في الدور الارضي اللي عند سلم المدخل واعمل داش لاين للدور العاشر، ما ينفعش. فدي المدرسه الاغلب. المدرسه الاقل بيقول لك لا يبان. طيب انت هتعمل ايه؟
حضرتك هتعمل اللي الدكتور في المحاضرة يقوله لك او اللي السينيور بتاعك في المكتب يقوله لك، تمام؟ لان كل مدرسة صح، لكن في مدرسة بتبقى اوقع شوية او منطقية شوية في المدرسة، ان انا كده افهم ايه من السلم ده، انا كده هفهم ان السلم ده تحت الدرو على طول يا دوبك ب 3 متر، يعني معنى كده ان انت عملت سطوح لمبنى مكون من دور ارض بس، يبقى ده ارض وسطح، تمام؟ طيب انا شايف ايه او انا بقول عليك ايه عندنا في المادة هنا؟ لا شيله، مش عايزه، ما تدوخنيش، تمام؟ ممكن تقابل حد تاني يقول لك لا حطه، مش معنى كده ان ده غلط، ادينا بنقول في مدرسة اشمل او منطقية اكتر علشان ما تتهش وتحط خطوط بزيادة، وفي مدرسة لا، تمام. هناخد الكلام ده بلوك. طب ليه بلوك؟ عشان لو عايز اعدل عليه اعدل عليه من غير ما اقعد ايه اخش جوه المشروع تاني. خدت بلوك، حطيت المية تاني، رجع مكانه بالظبط، طبعا ما بقاش ده كده اهو موجود. طب ليه ده باين؟ خلي بالك ادينا رجعنا تاني، لو انت عامل دور للاي اوت بس شلنا فيه السلالم، لو انت عامل دور موقع عام حط فيه السلالم. ليه؟ لان احنا اساسا واصلين بالاليفيشن لاينز لدرجة الرصيف ولدرجة الرمب، فمعقولة السلالم مش هتبان؟ يعني طالما انا هرمي السطح بتاعي ده مش بس في لوحة وامشي، لا ده هيتحط وسط اللي اوت كامل، يبقى حضرتك مشكورا هتحط لنا السلالم بتاعتك علشان تبان في اللي اوت ويبان حضرتك عملت الممرات بناء عليه. يبقى انا عمال اوديك واجيبك علشان تفهم الفرق ما بين المدارس وامتى فعلا تشتغل بمدرسه وامتى ما تشتغلش بمدرسه، او بمعنى ادق بطريقتي انا بقى، امتى تعمل حاجه بمزاجك وامتى ما تعملهاش. مفيش حاجه اسمها مدرسه ومش مدرسه، يعني برضك ايه، احنا مش في الكتاب هنا، حضرتك بتعمل الصح، الصح ده يتوافق مع مدرسه يمين يتوافق مع مدرسه شمال، مش مشكلتنا دلوقتي، تمام. المهم يبقى انا دلوقتي عملت الموقع العام، حطيت عليه المناسيب، حطيت تخانات الخطوط، ده ادخن ثم ده اقل ثم ده اقل. يعني ايه مش فاهم؟ مين الادخن كده تاني قول لي؟ احنا كنا بنقول دايما ان التخين هو اللي انا قاطع فيه، صح؟ ده امتى؟ في السكاشن الافقيه اللي هي اسمها المساقط الافقيه، او في السكاشن الراسيه اللي هي اسمها القطاعات. بس لا يا فندم، واي حاجه اليفيشن زي ايه؟ اليفيشن زي الواجهات وزي اللي اوت، ده اسمه اليفيشنات. يعني ايه؟ يعني مساقط اسقاط، تمام، او لوحات اسقاط. يعني ايه اسقاط؟ يعني انا ما قطعتش، انا بسقط اللي انا شايفه بعيني. ففي الاليفيشن الحاجه الاقرب لك برضه بتبقى ادخن، والحاجه البعيده بتبقى ارفع. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت واجهه، واجهه دي خطوطها طبعا مش كامله عشان تلاقيني اقفل الليارات او حاجه. في ليار فعلا مقفول، تعال نفتحه ونجرب. لا والله مش هو، تلاقيني مسحت بقى الشغل. في الواجهه دي هتلاقي في خطوط تخينه، ادي خط تخين اهو، وبعد كده في خطوط ارفع، وبعد كده في خطوط جراي، وفي خطوط مش جراي، وادي خطوط جراي افتح، يعني في جراي فاتح وفي جراي غامق. الخطوط دي بتاعت ايه؟ الخط التخين ده معناه ان ده بروز طالع هاجم عليا قريب مني جدا، والخط الرفيع ده معناه ان ده الريسس، ان ده الاكسس، ده الريسس اللي هو ده اللي ورا اللي هو الغاطس، يبقى ده بارز اهو، ده بارز وده غاطس. وبعد كده في خطوط عراميس، يعني خطوط تفاصيل ملهاش لازمه بنخليها رفيعه جدا وجراي، وفي نفس الوقت نفس القصه مع الارميد، نفس القصه مع الفور فروجي، تمام. لكن في خطوط اهم من كده، عشان كده بقت خطوط رفيعه لكن ما بقتش جراي، اللي هي خطوط الـ تقسيم الشباك او الـ او الريبس بتاعت الشبابيك، تمام. وهكذا خطوط الكرانش، خطوط رفيعه لكن اسود مش جراي، لكن خطوط الهاتشات كلها بتبقى جراي، وهكذا. تقوم حضرتك لما تيجي تطبع، انا هعمل بسرعه جدا كده كنترول بي، مش هعيد طبعا كلام، احنا حافظين خلاص وفاهمين حكايه الطبعات تماما. لو انا عملت كده وبصيت، اول ما ابص الاقي ايه؟ في خطوط رقيقه، في خطوط تقيله شويه، تمام؟ اهو في خطوط اتقل، هتلاقي الدنيا واضحه جدا معاك لما تيجي هنا، شايف تلاقي ده رقيق جدا. وتعالى نشوف لو احنا لعبنا اكتر في الكلام ده كله، اهو ما اختلفناش، ادي يوز اوبجكت كولر، انا بقول له
الالوان الجراي تفضل جراي، وكمان انا هنا ممكن اخفها اكتر، البوينت او او 10 دي البوينت 10 نخليها بوينت او او، وتعالى نشوف لما اعمل كده ايه اللي حصل. بقى خفيف جدا مش باين اهو، تمام، بقى رقيق جدا. شايف الفرق ما بين الخط ده والخط ده؟ ده لما تطبعه حضرتك هتلاقيه شغل عالي جدا، هتتبسط انت منه جدا جدا. طبعا دي كان فيها شوية الرفيع، بس ايه، كان شغل بسرعة عشان الرخصة يعني، تمام. فشايف، شايف ده اسمه شغل رقيق بقى، زي ما حضرتك عملت نفس الكلام ده، عملت نفس الكلام ده في السكاشن بتاعة الانتريور. ادي ادي عراميس برضو، وادي الحليات، وادي البنوهات، وادي الشغل العالي بتاعك، وطوب من تحت اهو، حجر جميل اهو، حجر فرعوني او حجر ايه، مرقوم. ادي حضرتك الايه، حتى الكرانيش بتاعت، بص بص خط العمود من بره تقيل لكن اللي جوه خفيف، والدنيا كلها مظبوطه. ده اسمه سنس كاد بتاع حضرتك، تمام. هنيجي لللاي اوت، نفس الكلام، عندك الخطوط دي بتاعت الجرينز خفيفه جدا ورفيعه جدا، واللي ارفع منها الشجر، لان الشجر خطوطه كتير جدا، فبتبان، بتبان مهما تعمل بتبان. اللي اتقل شويه الخطوط دي، بس مش هتوصل لبوينت 3 يعني، هتبقى بوينت 2 على يعني على الاكتر، بوينت 2 طالما احنا بنطبع على A3 و A2. لو هتطبع على A نود لا، بتبقى بوينت 3 عشان تبان، تمام. خلاص، بعد كده احنا محتاجين ان الشغل بتاع اللاي اوت ده يبقى دسم طبعا. يعني انت هنا عندك طبعا الشغل ده ضعيف جدا، مفيش برجولات، مفيش الكلام ده كله، فحضرتك هتدسم اللاي اوت بتاعك وتخليه قوي جدا، وتخليه مليان بقى تفاصيل، مليان برجولات، في نوافير، في اماكن لانتظار السيارات، تمام. اكتب معايا الحاجات دي، لان الحاجات دي هي المطلوبة ان احنا نشوفها. يعني احنا عايزين برجولات، عايزين مقاعد بشجر، يعني المظلات اللي فيها الشيدرز بتاعتها شجر، وعايزين ستاند، او عايزين مظلات للعربيات تشيل 5 عربيات، تمام، باعتبار ان ده بيت سكني في واحد وثلاث عيال مثلا، فهو عربية ومراته عربية وثلاث ولاد عربية، كل واحد ليهم عربية يعني، تمام. فحضرتك ما تعملش طبعا الشكل بتاعي ده، الشكل بتاعي ده لا، احنا عايزين بقى ايه، ممكن تاخد الشارع تلفه، مش لازم الشارع يبقى كده، ده ممكن الشارع يجي والباركنج ده ما يبقاش من بره الشارع، او ما يبقاش على الشارع، لا ده انا الباركنج اخليه جوه البيت، يعني وانا ماشي هنا الاقي باركنج يمين بمظله وباركنج شمال بمظله، ممكن. طيب بعد ما عملت الكلام ده كله، لو انا خدت اللوحه بتاعتك دي هعرف انفذها ولا مش هعرف؟ وهنا يجي السؤال، لا مش هعرف انفذها، ايكوال ان الشغل بتاع حضرتك ده كله بايظ. عايزين طبعا، انا مش هخليك تعمل لوحه لاي اوت وركينج، انا هخليك بس تعمل المبادئ الاساسيه، ان احنا نعمل الدايمنشن اللي يا دوبك تمشينا. يعني حته الدايمنشن دي انا عايز اشوفها كام، الحته دي والحته اللي فوقيها دي انا عايز اشوفها كام، وفي نفس الوقت انا عايز اشوف الحته اللي في النص دي كام، تمام. وطالما انت قلبتها على المايل يبقى انا عايز اشوف زاويه، يعني انا عايز اقول للراجل خد لي بقى خط على زاويه 97، وبعد ما يجيب لي الزاويه 97 اقول له مشيلي 18 متر 66. انا عايز اعمل كده. طب الدوائر دي اجيبها ازاي؟ الدايره دي والدايره دي والكلام ده كله هتجيبها بالراديوس اهو، الريدس 15 متر طبعا، هو ضربت هنا، ممكن نخش اهو ونعمل سبيس كتير، اهو نعمل سبيس، مش مشكله لو الفونت العربي عشان في اكتر، يعني هم 4 فونتات في واحد فيهم بيضرب، فمش فايق له انا دلوقتي. ممكن تكتب او تقلب الدايمنشن بتاعتك ان انجلش، يعني مش مشكله، تمام، وتاخد اللي وراه على طول اهو، يعمل ماتش بروبرتيز لو عايز ما تلقطش، مش مشكله، نعمل كده، تمام.